يا مساء الخير واهلا بيكم في عالم العالمين، يوم جديد من مهرجان العالمين اللي بيقدم لنا انواع كثيره من الفنون والرياضه والترفيه بصورة مميزة على أرض العالمين الجديدة. امبارح طبعا كان حفل النجم تامر حسني، واللي تألق في الحفلة دي طبعا دي مش أول مرة لتامر في مهرجان العالمين، دي تاني مرة ليه في النسخة التانية من مهرجان العالمين الجديدة. المرة الأولى كانت السنة اللي فاتت في حفل الافتتاح. في الحقيقة تامر حسني يعني حقق نجاح باهر وحضور جماهيري كبير جدا وسط أجواء مميزة. المهرجان في الحقيقة امبارح يعني قدم لنا كده وجبة حلوة قوي 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 من أغاني تامر حسني. احنا لما بنقول عليه نجم الجيل هو فعلا نجم الجيل، بنشوف تامر من يمكن الشباب الصغير في السن لغاية شباب كبير وسن كبير بيحبوا أغاني تامر حسني، بيحضروا حفلات تامر حسني، لأنه في الحقيقة بيقدم كل سنة حاجة مختلفة عن السنة اللي قبلها، أو كل حفلة في الحقيقة بيقدم حاجة مختلفة عن الحفلة التانية. تامر حسني عنده كده ملكة حلوة قوي إنه بياكل ستيج، يعني زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي بيقدم فاير ووركس مع أحمد عصام، الكولابريشنز بيعملوها مع بعض، الدانسرز اللي بيبقوا معاه، الراقصين، طبعا احنا شايفين الشاشات اللي وراه، الجرافيكس، الحاجات دي كلها بيخلي الجمهور يندمج معاه بطريقة كبيرة جدا جدا. شايفين حجم الإقبال على حفلة كانت عاملة ازاي؟ هو في الحقيقة بيقدم، خليني أقول كأنها ميوزيكال كده، كأنك بتحضر حاجة لحد بره. يعني هو دايما بيعمل حاجات مختلفة هنتكلم عنها بالتفصيل في خلال الحلقة النهاردة، وهيكلمونا عنها زمايلنا طبعا اللي حضروا الحفلة أكتر. لكن اللي تابع على السوشيال ميديا لقى الإقبال الكبير حتى من مرتدي السوشيال ميديا. في الحقيقة هو بيعمل حفلة بتقلب الدنيا، نقدر نقول يعني ده يمكن الإكسبرشن أو التعبير اللي يجوز على ما يقدمه تامر حسني من فن. المهرجان كمان شهد أو بيشهد الليلة حفل استثنائي للموسيقار الكبير هاني شنودة وفرقة المصريين اللي ياما أمتعونا بأعمالهم الجميلة اللي لسه عايشة معانا لحد النهاردة، واللي طبعا بيتم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين. فرقة المصريين بتعتبر يعني واحدة من أقدم الفرق الموسيقية في مصر، وأسسها المايسترو هاني شنودة سنة 77، قدمت ألبومات كتيرة جدا وأغاني ناجحة كتيرة جدا اللي لقت استحسان الجمهور وحققت نجاح كبير على الساحة الفنية العربية. ولحد النهاردة احنا بنشوف الأغاني دي يمكن مرة تانية، زي ما بيقولوا كده في نوع من الأغاني أو في نوع من الألحان تايمليس، يعني بتعيش مهما مر عليها الزمن بتفضل معانا. ويمكن ده اللي خلى صناع مسلسل حالة خاصة يعيدوا توزيع الأغنية طبعا مع المايسترو هاني شنودة، ونسمعها مرة تانية في شوارع حواديت وغيره وغيره من الأغاني الجميلة اللي قدموها لينا فرقة المصريين. مهرجان كمان في نسخته الجديدة هيستقبل في أسبوعه الثالث واللي هينطلق إن شاء الله بكرة يوم الحد عدد من الفعاليات الفنية بالمنطقة الترفيهية، ده بالتعاون مع وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بيشهد الأسبوع عروض فنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللي هتنطلق بكرة الساعة 9 بالليل بكرنفال فني ومشاركة فرقة النيل للموسيقى والغنى الشعبي، فرقة مطروح للفنون الشعبية. كمان يوم الاثنين هتواصل فرقة النيل للموسيقى والغنى الشعبي عروضها، بيليها فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية. المنطقة الترفيهية كمان يوم الثلاث بتشهد فقرات من الفولكلور الصعيدي، وتقدمها فرقة الأقصر للفنون الشعبية، بيعقبها عرض الأنفوشي للفنون الشعبية. الأسبوع بقى هتختتم فعالياته بالمنطقة الترفيهية يوم الأربعاء 31 يوليو بعروض فنية لفرقة الأقصر ومطروح للفنون الشعبية. كمان بيواصل السيرك القومي برئاسة الفنان أحمد الشافعي تقديم عروض متنوعة بالممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية لمدينة العالمين الجديدة، بيقدم مجموعة كبيرة من الفقرات المتميزة والمتنوعة، وده في تمام الساعة 8 مساء يوم الحد، من يوم الحد ليوم الأربعاء. في الحقيقة فعاليات كتيرة جدا جدا وفي الحقيقة متنوعة بيقدمها لنا مهرجان العالمين. وزي ما اتكلمنا كتير وقلنا إن فعاليات رياضية وثقافية وفنية وغيره وغيره وغيره
بنلاقيها في المهرجان، عشان كده هو مهرجان على مستوى عالمي، عشان كده احنا فخورين بالمهرجان ده انه موجود على ارضنا وقادرين ان احنا يبقى فيه يعني نقدر ان احنا نروح له بسهوله. وزاره النقل عامله اتوبيسات عشان تنقل الناس من القاهره ومن اسكندريه للعالمين بكل سهوله، عشان يقدروا يروحوا يحضروا الحفلات ويرجعوا حتى في نفس اليوم لو مش حابين ان هم يقعدوا هناك ويقضوا الويكند او حتى في الاسبوع. احنا هنا في البرنامج هننقل لحضراتكم لحظه بلحظه كل حاجه بتحصل على ارض العالمين، فتابعونا عشان نتابع مع بعض النهارده في ايه.